طيب لو اتكلمنا على باقي تلامذتك. يعني سعاد نصر طبعا دي سعاد كانت نصر شريك مشترك اعظم كمان في اعمالي كلها، طبعا، سواء في السينما او في مسرح او في التلفزيون او الدراما. المسرح. رحمها الله، كانت جناح يعني ضلع عندي فنيا. يعني في كتير بقى، خالد زكي ومحمد العربي طبعا، عبلة كامل من الممثلين اللي اشتغلوا معايا في المسرح، شيء رائع يعني. ربنا يشفيها، هي تعبانة دلوقتي يا ربنا فندم. يشفيها يا رب، وهو ابتعدها طبعا. الناس بتسأل دايما، اخوانا ده اختيار، اه، انما هي الناس ادت، بتتساءل هي ليه قعدت، ليه هي ادت كتير، ادت الفن كتير قوي، سواء تسأل عليها دلوقتي، على سبيل بتتواصل لما معاها. انا كلمتها اكتر من مره بس ما بيردش التليفون. اه، انما هي عملت مع نور الشريف المسلسلات الرائعه، وعملت اكتر من مسلسل. وجهه نظر كانت متعه 5 سنين على المسرح، بنعرضها يوميا ايوه، ل5 سنين. هاني رمزي، هاني رمزي من تلاميذي، صلاح عبد الله، ده رياض الخولي، صلاح عبد الله يعني تلميذ رائع الى اقصى ايوه درجه ايوه من الوفاء والاخلاص. احمد ادم، احمد ادم، احمد ادم دول من اللي مسكتهم كده براعم هتنطلق، وفرحان بانطلاقهم، فرحان باللي بيحققوا. رياض الخولي ده بقى اكبرهم يعني، تلميذ كبير، انما رياض الخولي من الفنانين اللي عندهم اصول، عندهم اصول وعندهم وعي، وبيقرا وبيفهم ومتعاون الى اقصى ده درجه. رياض الخولي رياض الخولي طبعا طبعا. يعني حتى هو حصل بيني وبينه كيمياء حقيقيه، وهو مشرح فني يعني، عامل له كده تشريح فهمه وعيه. هو كان مش معتقد انه يلعب كوميدي، وانا اصريته انه يلعب كوميدي. رحمه الله خليل مرسي، ايوه طبعا قامه طبعا الكبيره، طبعا فؤاد، طبعا. محمود ابو زيد، مصطفى شعبان، شعبان حسين، مصطفى شعبان، شعبان حسين اه، ده شعبان حسين، زميلي في الدفعة ايوه، يعني، ده عمل معايا أعمال كثيرة جدا. طبعا مصطفى شعبان تلميذي ايوه. يعني، تلميذي أيضا. ايه رأيك في أدائه دلوقتي؟ أنا بس بصراحة كده، بس أنا عشان أنا جوه الحلبة ما يصحش إن أقول رأيي أو أقيم، أنا مش بقيم، إنما بقول لمصطفى، ويمكن يبقى عارف ده، إنه لازم يغير نمط المزواج. اه، الرجل المزواج، يعني لازم يغير النمط ده اه. شوية. منى زكي، منى زكي كنت طاير بيها فترة جدا جدا جدا، ودي دخلت الفرقة عندها 16 سنة ايوه، وعملت في بالعربي الفصيح أسطورة يعني، ها، إنما هي كان خطواتها هايلة، إنما مؤخرا في أشعر أن في ارتباك. في مسيرتها الفنية شفت فيلم أصحاب ولا أعز ولا ما شفتوش؟ لا، كان حصل هجوم كبير عليه. حصل هجوم وانا اتكلمت فيه يعني، اه، قلت يا اخوانا انتوا سايبين المؤلف وسايبين المخرج وسايبين الممثلين الباقيين ماسكين بس منى زكي، اه، ممكن تكون اخطأت، مفيش مانع نعدمها اه، لا طبعا اكيد لا. انما انتوا سايبين كل حاجه وبس ما ماسكين في منى. اه، حضرتك شايفها اخطأت فعلا؟ انا ما شفتش، اه، ما شفتش العمل، ما شفتش ما العمل. شفتوش، بس اللي عرفته من ناس ايوه، اصدقهم في رواياتهم ان في بعض اللحظات في الفيلم لا يمكن تحملها لا صوت ولا صوره، اه، فيبقى في خطأ، في تناول في المثليه حسابات غلط، الجنسيه بشكل عام في هذا الفيلم، في يعني ان هو حسابات، الفيلم تناول الموضوع او عالجه بطريقه ان انت تتعاطف مع المثليه حسابات الجنسيه. الممثل خاطئه. اه، مين تاني لما بتشوفه بتقول لا سماح، حسبها؟ سماح السعيد، اه، سماح السعيد برضه تلميذتي واشتغلت معايا في اعمال كتيره، في مسرحيه خيبتنا وفي مسرحيه النحله والدبور، كانت عامله بطوله النحله والدبور، عملت جزئين في يوميات ونيس، واشتغلت في ما فيش مشكله خالص ال 22 حلقه. هي بتقدم دلوقتي، بتعمل اعمال يمكن بشوف منها حاجات كده بسرعه، اللي هو الامام اه، مع خالد النبوي، سيرة الإمام، الإمام الشافعي مع خالد عاملة النبوي، تركيبة هتكلم عليها شكليا من الأول، اه على تركيبة شكلية جديدة اه مغيرة يعني، شكلها مناسب للشخصية وجديد عليها هي كمان. مين بقى مش من تلامذتك؟ أنا مش عايز بس أحسن أنسى حد يعني، إنما في
في الولاد بتوع النهارده اللي بيقدموا عيله تعملها بلوك. يعني مسرح دلوقتي. المسرحيه اللي بتتعمل دلوقتي طلعت فيها الممثله تلمستي يعني بعتبرت. لا خلينا نتكلم عن المسرحيه اللي مثلت معايا في ونيس ومثلت معايا في رجل غني فقير جدا وفاء صادق. وفاء صادق يعني ممثله من الممثلات اللي انا اعشق اشتغل معاهم. ليه؟ لان الكيمياء بيني وبينها عاليه جدا وهي ممثله ذكيه دمها خفيف بتعمل بطوله المسرحيه دي بشيء رائع يعني. نتكلم عن المسرحيه. المسرحيه فيها 21 كلهم 21 ممثل بس كل ممثل بيشتغل ثلاث شخصيات لاني بحكي العيله المصريه من اول سعد زغلول 1927 السنه اللي بيموت فيها سعد زغلول وبعدين الابن بيبقى في عصر عبد الناصر وبعدين الابن يبقى في عصر السادات وبعدين ابنه يبقى في عصر حسني مبارك وهكذا لغايه 2127. شكل الانسان هيبقى ايه؟ وفيها حقائق شكله هيبقى ايه؟ خلاص بتنتهي الانسانيه تماما يعني. في كمال عطيه وفي رحاب حسين وفي داليا حسن وانجيليكا ومنى طارق وليلى ليلى معلش عشان حضرتك مش عايز تنسى حد ومحمد يوسف ومصطفى يوسف ومحمد شوقي ومايكل ايه تاني في خايف بس انسى حد يعني كلهم هفتكر كلهم اللي عايز يشوف المسرحيه يعمل ايه؟ يعني اتمنى طبعا احنا فاتحين باب الحجز ان احنا هنفتح الموسم الثاني الخميس 27 ايوه فابتداء من الخميس اشتغل خميس جمعه سبت فطبعا في ارقام التليفون موجوده بالحجز انما انا عامل لطلبه الجامعات بالتحديد لان انا مستهدف الشباب ده بالظبط السن ده بعمل لهم تخفيض طبعا حطيتهم تارجت بحط تخفيض وبيحضر مثلا كل يوم 50 او 70 واحد او 100 واحد من جامعات مختلفه وده بيفرحني لاني بلاقي مناقشتهم للموضوع مناقشه جيده وحفرت فيهم في الصميم يعني يعني حقنه فيتامين سي جيده يعني ليه؟ لان احنا بنشتغل على افهم واوعى وشوف اللي هيحصل بعد كده ايه.